صاحب حديث معلش يا مولانا لله في ايام دهركم لنفحات. ضعيف الاسناد، ضعيف ضعيف. قلت لي ان هو ضعيف. ايوه بس يعني الشواهد بتدل عليه يعني. خلاص خليك مفتي بقى، افتي نفسك. العشر الاوائل من ذي الحجه، شوال المحرم، وهكذا يعني. طيب انت بتسالني عن حديث هل ثبت عن الرسول لهذا الكلام ام لم يثبت؟ هل يختلف معك احد ان ليله القدر افضل من غيرها؟ هل يختلف معك احد ان يوم عرفه افضل في من غيره في الصيام؟ هل يختلف احد ان الثلث الاخير افضل من الثلث الاول من الليل؟ في ثوابت، لكن انت الحديث ما وردش، بس الشواهد يعني بتدل عليه او كده. ماشي، شكرا.